انت تعرف الله وعندك علاقه مع الله، ولكن هذيك العلاقه الاصليه تاعك مع الله تدنسها بالمعاصي والذنوب، وتروح تبعد 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 حتى تسمع واحد النداء عند الله: يا عبادي، قل يا عبادي الذين اسرفوا. تتفكر باللي عندك اصل مع الله، تعاود ترجع وتذنب، تعاود ترجع وتستغفر وترجع الى الله، ثم تزيد تذنب تزيد ترجع. هذه كثره الرجعه نتاعك سبب في دخولك الجنه، هذه كثره الرجعه. لماذا؟ لان الانسان اذا اذنب وكان صادقا مع الله في رجعته وتوبته يشعر بالتفريط. وش يلقاه يدير؟ يحب يدير كلش، يحب يدير كلش، ينظف المسجد، ينقي، يدير كلش، يصدق، يغيظه الناس. علاه؟ يقول كان نحاول نركيبيري، نحاول نسترجع. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نبداو بهذيك قلب منيب اللي كمل بها الايه، نعاود نولي خشي الرحمن. شوف، قلب منيب هو القلب الذي يرجع الى الله، قلبه يرجع الى الله قبل ما ترجع البدن تاعو.